طيب احنا عندنا كلام كتير عن منتخب مصر كرة السلة ومشواره حاليا في المرحلة الأولى لتصفيات الأفرو باسكت المؤهلة طبعا لبطولة أمم أفريقيا لكرة السلة، بنتكلم 2025. كلام كتير، بس خلينا في البداية نرحب بكابتن إسلام علي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة السلة. صباح الهنا. صباح الخير يا هوا. أهلا بيك يا كابتن. صباح الخير يا كريم. صباح الفل. وشكرا على الاستضافة الجميلة دي، وإن شاء الله يكون وشنا حلو على المنتخب النهاردة. يا رب. المباراة النهائية بإذن الله. بإذن الرحمن. احنا بنتكلم على بطولة مهمة جدا مؤهلة بدورها لبطولات اكثر اهميه كمان، فعايزين نعرف منك كده كواليس البطوله دي وتفاصيلها، وخلي بدايتنا بالمجموعه اللي مصر فيها، يعني مجموعتنا اخبارها ايه في رايك؟ مجموعتنا مجموعه قويه، بس احنا ان شاء الله قادرين. الصعب في الموضوع دلوقتي ان خريطه الباسكت في افريقيا اتغير تماما. الفرق اللي بقت بتنافس على الصعود لنهائيات بطوله افريقيا او لتصفيات كاس عالم مختلفه تماما عن اللي احنا كنا نعرفه زمان. يعني طول عمرنا زمان كنا متخيلين ان انجولا دي سيد افريقيا في كره السله، اللي متابع باسكت كويس عارف يعني ايه انجولا في كره السله. الكلام ده بقى هيستوري خلاص، ما بقاش فيه انجولا دلوقتي. انجولا والحاضر بيقول ايه؟ موجوده بس مش متسيده افريقيا. كل بطوله بتلاقي فرقتين ثلاثه بينافسوا على الفاينل، ممكن ما يكونش انجولا فيهم وممكن يكون فيهم. تونس في وقت من الاوقات كانت متصدره افريقيا. مصر دايما بتنافس على البطولات، واخر تصفيات احنا كسبناها وتاهلنا كاس عالم بعد تخيل، بعد مين؟ بعد جنوب السودان. جنوب السودان فرقه ظهرت في العرش الافريقي بقى لها سنتين ثلاثه، متسيده قاره افريقيا، ودي كانت بره الخريطه خالص طبعا. ليبيا من يومين كسبت المغرب. المغرب من الفرق اللي بتنافس على بطولات افريقيا. ليبيا زحتها عن المنافسه خالص وتاهلت مكانها لنهائي امم افريقيا. فالخريطه في الباسكت مختلفه تماما، ودي صعوبه اللعبه وصعوبه المنافسه وحلاوه اللعبه في نفس الوقت. يعني هي برضو المنافسه لما تبقى متغيره ما بين فرقه واثنين وثلاثه بتدي حلاوه للعبه، غير لما تكون فرقه متسيده اللعبه ما حدش عارف يجي جنبها، زي امريكا على مستوى العالم زمان. برضو امريكا على مستوى العالم، اسبانيا دلوقتي بتنافسها، كرواتيا بتنافسها، لاتفيا واخده تاني اوروبا. فصعوبة كرة السلة ان اصبح اللي بينافس على البطولة مش فرقة، بقى في منافسات باستمرار. بس ده ادى متعة يعني، ما هو ده حلاوتها. الجميل في الموضوع ان احنا دايما في الخريطة، ان احنا على مستوى منتخب مصر دايما في المنافسة ودايما في الصورة. ممكن نكسب فاينل نخسر فاينل، لكن الحمد لله ما خرجناش بره المنافسة. ودي اهم حاجة. بتتطور زي ما الدول التانية بتتطور كده، يعني احنا ماشيين بنفس المعدل. خلي بالك اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه، وفكره تغير الاسماء الموجوده في خريطه السياده، زي ما حصل في كره القدم واضح انه حصل كمان نفس الكلام بحذافيره في عالم كره السله. فاحنا فين بقى من التطور اللي حصل؟ على المستوى الافريقي بنتطور، لكن على المستوى العالمي لسه. يعني على المستوى الافريقي بنتطور، بدليل زي ما قلت حضرتك من شويه ان فرق كتير الخريطه بتتغير، فرق بتطلع فرق، لكن احنا موجودين. أيوة. فاحنا مش هينفع نبقى موجودين لو احنا مش بنتطور، فده دليل كافي ان احنا بنتطور، وان عدد اللعيبه اللي بقى في منافسه انها تخش المنتخب بقى كتير، القاعده كبيره. وعندنا كمان ميزه دلوقتي ان احنا بنعرف نستقطب طيور المهاجره بتاعتنا من بره، ده ما كانش بيحصل زمان، ودي ميزه كويسه جدا. لعيبه بيسافروا بره مصر سواء منح دراسيه او يلعبوا بره، ما كناش بنعرف نجيبهم زمان، النهارده بنعرف نجيبهم. طب ايه المقابل؟ ما خلينا نعرف منك، لان الطبيعي اللي احنا نعرفه في رياضات كتيره بالعكس، الابطال بيبقوا عايزين يروحوا يحترفوا في الخارج. تمام. فرص احسن، خلينا نقول اهتمام مادي كمان اكبر بكتير. مزبوط. ازاي قدرتوا تستقطبوهم؟ اكيد في لا مقابل. لا، هي في ظروف بتساعد، يعني مثلا ممكن العقود اللي هم ماضيينها بره مثلا بتمنع ان هو يجي، ده مثلا ظرف ممكن يبقى خارج عن ارادتنا، برانا خالص. وفي مثلا منح دراسيه بيبقى ممنوع عليه ان هو يلعب مع منتخب بلده لحد ما يخلص. فعلا بيبقى عندهم الشرط ده. طبعا طبعا طبعا، في قيود. مش ده شرط مجحف شويه؟ احنا بنتكلم على شاب مثلا طالب جامعي بيدرس في جامعه، ما هو المكان اللي بيلعب باسم الجامعه، عشان كده واخد هو المنحه بتاعته. تمام تمام. لكن ليه منعوه من ان هو يشارك مع منتخب بلده؟ المكان اللي بيبقى مسافر له الولد بيبقى بيدور على مصلحته، هو مش فارق معاه منتخب بلده، هو فارق معاه ان الولد اللي جاي له ده هو بيعمل له معايشه كامله، بيصرف عليه اكل وشرب ونوم وتدريب وتعليم لكن لما اجي بعد كل ده اقول لك انزل العب مع منتخب بلدك ولا قدر الله اتصاب ولا حاجه، منتخب بلدك هيخسرك كلعيب، لكن انا هخسر كل حاجه. فهو شرط ساعات بيبقى محطوط وساعات بيبقى قيد علينا احنا ان احنا نجيب ولادنا، لكن بشكل عام بنقدر دلوقتي نجيب. يعني اخرهم مثلا عبد الرحمن نادر.
عبد الرحمن نادر لعيب مصري بيلعب في الام بي اي بقاله سنين، مش بقاله يوم، بقاله سنين الناس بنعرف نجيبه. مشكورا الاتحاد المصري مشي ورا الموضوع ده وحله وبقى موجود معانا، وهو موجود في مصر حاليا. اجراءات الورقيه بتاعته لسه ما خلصتش، عشان هو مش عشان كده هو مش موجود في الويندو ده، لكن ان شاء الله يبقى موجود في الويندو اللي بعده. ودي حاجه تتحسب للاتحاد السله ان هو عارف يجيب لعيب بالقيمه دي، لعيب خبرات عاليه جدا ولسه ما كبرش، عشان نقول ان هو كبر فسابوه، لا هو لسه سنه معقول. الميزه كمان دلوقتي اللي موجوده في منتخب مصر واللي بداها مستر اوجوستي في النادي الاهلي بيعملها حاليا رودل المدرب الالماني منتخب مصر، انه مدعم باولاد صغيرين منتخب مصر. دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. الاولاد الصغيرين واخدين خبرات سواء منح دراسيه موجوده بره او بيلعبوا في انديتهم هنا في الدوري المصري، فواخدين خبرات كويسه. وفرصه كويسه جدا الويندوز ده ان هم يشاركوا مع منتخب مصر، وبيشاركوا بيأدوا بشكل كويس. لعيبه نجوم كبار زي ايهاب امين مثلا ما حلفش حظ ان هو يبقى موجود معانا في الويندو ده عشان اصابه، فوجود الولاد الصغيرين بالكفاءه اللي هم فيها معوض غياب بعض النجوم. ممكن في الويندو اللي جايه تكون اقوى شويه، ممكن يرجعوا بقى لايهاب امين وغيره هم مصابين، فالولاد الصغيرين يكونوا خدوا الخبرات. فهي دي بقى التطور السايكل الطبيعيه بس مخليانا واقفين على رجلينا. انا عايز اسال حضرتك حاجه برضه دلوقتي، يعني احنا لما نيجي نتكلم بمنتهى الشفافيه، يعني نقول احنا افريقيا جيدين لكن على المستوى العالمي لسه عايزين شغل كبير، وده كويس احنا نبقى عارفين احنا مستوانا واقف فين. بس القصه بقى ان انا مش هبقى عارف واقف هنا، انا عايز اطور من نفسي. هل الحل من وجهه نظرك برضو كابتن اسلام ان انا زي ما قلت كده قاعده الناشئين بتاعتي تبتدي يبقى فيها تركيز اكتر، بعد استقطاب طبعا الخبرات الموجوده في الخارج، لكن ابتدي اسس صح يعني عشان اوصل للمستوى العالمي ويبقى فيه تنافسيه، ايه غير ده ممكن ان هو يحقق؟ الاستعداد المناسب للعالميه. احنا بنلعب افريقيا فاحنا بنستعد كويس لافريقيا. الاستعداد من ناحيه المعسكرات تقصد، دراسه المنافس، كل حاجه، حتى شكل الدوري، كل حاجه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال مثلا افريقيا بتلعب ويندوز، كل ويندو مثلا 3 ماتشات في 3 ايام، زي اللي احنا النهارده اليوم الثالث، يعني امبارح والنهارده، اول امبارح والنهارده. فشكل الدوري اتغير بالشكل اللي افريقيا بتلعب فيه عشان الادابتيشن بتاع اللعيبه يتعودوا. دي مثال بسيط، ما كناش بنعمل كده، كنا الاول بنلعب مثلا سبت وثلاث مثلا او اثنين وخميس. لما لقينا افريقيا بتلعب الويندوزات بتاعتها بالشكل ده فخلينا شكل الدوري بالشكل ده عشان يناسب نوعا ما. يعني احنا ايه بنشوف افريقيا بتعمل ايه، بنحاول نعمل زيهم عشان لما اولادنا يروحوا يلعبوا يبقوا واخدين على الاوجاع. تمام، بنحاول نعمل زي افريقيا في بعض. انا بديكي مثال بس على ايه، على ان شكل الدوري اتغير عشان الولاد يبقوا بيلعبوا بطريقه هيلعبوا بيها. طب أفريقيا. عالميا انا اديتك مثال بس ان ايه، ان عشان ننافس افريقيا بنعمل حاجات من ضمنها نغير شكل الدوري، لكن مش هي بس. الاعداد بقى جيد والمعسكرات، وممكن نقلل مده الدوري عشان خاطر يبقى عندنا فتره طويله نستعد للمنافسه الافريقيه. احنا النهارده الدوري بيبدا مثلا في شهر مثلا نص 10 او اول 11، يخلص في 5. 6 شهور كتير قوي، ونيجي بعد يعني منتخب مصر مثلا الشباب عنده بطوله في شهر 7. بطولات الشباب كلها في الدوري المصري هتخلص في اواخر 5. يعني المنتخب اللي عنده بطوله في 7 عنده شهر 6 فقط يجهز. والدوريات الثانيه بقى في الدول الاخرى بتبقى مدتها قد ايه؟ يعني احنا بنقول 6 شهور وشايف ان ده يعني مده طويله. بقيه الدوريات بتبقى متوسط في دول الدوري بتاعه بيقعد شهرين ثلاثه ويخلص الدوري. طبعا. بس بدون توقفات. احنا بنعمل توقفات عشان المنتخب، تمام، ممكن نعمل توقفات عشان المنتخب وممكن ما نعملش توقفات عشان المنتخب، ممكن الفرقه اللي عندها لعب يتاجل لها ماتش واثنين وثلاثه. يعني في حلول كتيره ان نخلي المنتخب ينافس على العالميه زي ما نهاوند سالتني السؤال ده في الاول. في حاجات كتير ممكن تتعمل كويس ان احنا ماشيين في التراك اللي المفروض يتمشي فيه عشان نوصل للنهايه المرجوه. مظبوط. واحنا في التصفيات المؤهله كاس العالم اللي فاتت كنا قاب قوسين وقدم التاهل. احنا داخلين الملحق على فكره اللي جاي بتاع اولمبياد باريس، هي المنافسه صعب بس كون ان احنا وصلنا للملحق بتاع اولمبياد باريس ده كويس.
بس احنا مش عايزين نقف عند ده. انت الكوادر وضعها ايه كابتن اسامه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في السيستم، لازم ان هو نبتدي نركز معاه. طب على الصعيد الثاني فنيا، انا عندي الكوادر اللي تقدر تخليني انافس عالميا بشكل شرس، ولا انا محتاج برضو لسه خبرات اجنبيه اطعمها مع المنتخب بتاعي؟ يعني خلينا نكمل بصراحه. لا، هي من ضمن الحاجات برضو اللي مخليه ان مصر بعيده شويه عن المستوى العالمي، ان دول كتير قوي سبقتنا بتجنس. يعني كانت احنا ما بنعملش ده. هي ميزه وعيب. ميزه ان انت بتعتمد على اولادك، عيب ان انت بتبعدي شويه عن المنافسه. فرق تانية بتاخد حظوظ احسن منك بمجهود غيرها او بدراع غيرها. يعني مثلا لبنان، مثلا على المستوى العربي، لبنان فتح موضوع التجنيس بطريقه، وقطر والكويت ودول كتير عربيا فتح التجنيس في العاب كتير مش باسكت بس. ممكن تاخد بطوله مثلا على مستوى اسيا او ترتيب على مستوى العالم بسبب ان السكواد بتاعها فيهم اثنين او ثلاثه مواطنين والباقي كله متجنس. وده بيحصل من سنين على فكره. بس خلي بالك برضو لبنان من الدول اللي الباسكت بول عندها تعتبر هي الرياضه الاولى، يعني بس هي الرياضه الاكثر شعبيه. معاك 100% ضوء الامكانيات المتاحه عندهم برضه. معاك 100% بس برغم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده وزاويه التجنيس اللي بيعملوه مش هيوصلوا للنتائج اللي هم بيعملوها. ومع ذلك احنا على المستوى العربي، مصر ولبنان، احنا احسن. يعني مع ذلك احنا احسن من لبنان على المستوى العربي. قطر مجنسه، احنا على المستوى العربي احسن من قطر. فهو هو مجنس بس عشان ظروف قارته، بيلعب في قاره اسيا، مجال المنافسه فيها مش بقوه المجال المنافسه في افريقيا، فبيحصل نتائج عنده كويسه بتاهله لكاس عالم عن طريق قارته. طب فاهم انا فاهم السيكونس ماشي ازاي. فموضوع التجنيس ده موضوع ليه دور. احنا مش بنعمل كده، وما اعتقدش ان احنا نعمل كده. ولما فكرنا نعمل كده الويندو اللي فاتت كنا بنعملها مقننه شويه، كنا عايزين نجنس لعيب لفتره معينه، فتره البطوله، لان احنا عندنا القانون المصري بيمنع. ينفع كده؟ حاولنا نعمل كده مع يعني كده. احنا هنعمل قانون، هننشئ قانون بتجنيس. ده قانون دوله بقى، ده قانون دوله. ممنوع التجنيس. هنقول هنعمله مؤقت يعني. كنا عاوزين نعمل كده، باظت. مفيش حاجه اسمها كده. ما هو باظت، ما هو قانونا لا. ما هو باظت. ناخد حته ونسيب حته. بس النقطه دي مخليه دول بتجنس، بتعدي خطوات ومراحل وتحقق نجاحات معينه احنا مش عارفين نعملها. طب ايه السبب في الاعتراض على التجنيس بشكل كامل؟ ده قانون دوله برايه. يعني الاسباب حضرتك لم تطلع عليها؟ لا، بره الرياضه خالص، ده بره الرياضه، ملوش علاقه بالرياضه، ده سياسه دوله. هل في دول برضو لا تجنس اوروبيا ولا احنا بس؟ انا ما شفتش حد. يعني انا بتكلم احنا كعرب، هل احنا بس؟ يمكن مش هتكلم على الدول العربيه. السعوديه بتهيألي ما جنستش. بس هو للامانه يعني منطقي جدا ان ما يبقاش في حاجه اسمها تجنيس مؤقت مرتبط بفعاليات بطوله. يعني ماشي يعني موافقك، بس احنا بنحاول ان احنا نحل مشكله عندنا. ايوه قد يكون الحل ان احنا نبقى احنا نفسنا عنصر الجذب، ان جنسيات اخرى تيجي تتجنس بجنسيتنا المصريه عشان تلعب في دورياتنا وتلعب. يعني ما هو ده ممكن يحصل بشكل او باخر لو الامكانيات متاحه، لو الكوادر المسؤوله عن هذا الملف كلها يعني بالكفاءه المطلوبه، اي عقبات بيتم تذليلها اولا باول، فبطبيعه الحال ده هيرفع من مستواك وكفاءه منتخبك في نهايه المطاف. ما هو اتحاد السله حاول يحل مشكله التجنيس بموضوع التجنيس المؤقت او تجنيس بورق معين لفتره البطوله وخلاص، ما نفعش لان ده قانون دوله. فموضوع التجنيس من ضمن المشاكل او من ضمن المعوقات اللي مخليه مصر على المستوى العالمي ما بتاخدش حظوظها قوي، لان مجال المنافسه في كره السله مختلف تماما عن اي لعبه تانية. كره السله يعني حتى على المستوى الدوري، مستوى الدوري ما فيش فرقه بتقدر تتسيد الدوري اربع خمس ست سنين ورا بعض. مجال المنافسه صعب، هي لعبه صعبه. يعني غير مثلا الفولي، مثلا الفولي مجال المنافسه اهلي زمالك. طب الهاند بول مجال المنافسه اهلي زمالك. الباسكت لا، اهلي وجزيره وصيد وسبورتنج. حتى الفرق اللي ما بتكسبش بطوله تقدر تكسبك ماتش تخسرك بطوله. طبعا. لكن هي مش هتكسب بطوله. فمجال المنافسه مختلف. قيس بقى الكلام ده افريقيا وعربيا وعالميا. طب تعالى نقيسه على البطوله اللي احنا بصددها دلوقتي، ونعرف برضو رؤيتك للماتش اللي فات. احنا لعبنا يوم الجمعه اللي فات مع افريقيا الوسطى، والحمد لله فوزنا في هذا اللقاء. رؤيتك للماتش ده كانت عامله ايه؟ انت حضرتك تعرف بقى ان افريقيا الوسطى دي كانت بطل افريقيا في الثمانينات، وان احنا كسبنا بطوله افريقيا. الفاينل بتاعنا كان مصر ووسط افريقيا من في الثمانينات. وسط افريقيا غابت عن الساحه الرياضيه تماما 10 15 سنه، بدات تظهر تاني كام سنه الاخرى. وكسبناها اول امبارح فرق 12 بونت او 15 بونت. ماتش كان ايكوال جدا، واحنا نص فرقتنا يمكن اول مره يلعبوا بطوله افريقيا كمان.
فده يورينك قد ايه الخريطه مختلفه. امبارح كسبنا مدغشقر، مدغشقر حديثه العهد في الساحه الافريقيه، كسبناها فرق 30 بونت، وده بالتالي وضع طبيعي منطقي. كان 97 66 لو انا 31 بونت بالظبط. النهارده مع كوت ديفوار، كوت ديفوار يمكن كوت ديفوار ما خدتش بطوله افريقيا قبل كده في الباسكت، انما فريق قوي جدا، نص محترفين، نص محترفين بمعنى الكلمه. العامل البدني طبعا فارق معاهم جامد قوي، لكن احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نعديهم النهارده، لان الملعب والجمهور وان احنا بنلعب في مصر وعوامل كتير قوي مدينا، يعني مديانا ادفانش عليهم. جهاز فني وطبي على اعلى مستوى بقياده الالماني رودل، احترمه جدا من ايام ما كان موجود مع الاتحاد السكندري. ولو اني كنت اتمنى ان جوزتي مدير فني النادي الاهلي هو يبقى مدير فني المنتخب، لكن رودل كفاءه عاليه جدا، والماتشات الاهلي والاتحاد في وجود اوجوستي ورودل ماتش بيبقى قوي جدا على اعلى مستوى من الفنيات. بحيي طبعا الفرقه على الماتشين الهايلين اللي عملوهم امبارح واول النهارده، ان شاء الله مستنيين يكملوا فرحتنا. الموضوع صعب لان البطوله دي مؤهله لبطوله افريقيا طبعا، ومؤهله لتصفيات كاس عالم، كاس عالم طبعا، فهي اول سلمه ان شاء الله يعدوها بسهوله يعني باذن الله النهارده، ونتابعهم بقى الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. طيب يعني عايزين برضو نعرف استعداداتنا لما يبقى في تصفيات، انت بتستعد ازاي؟ هل كمان وقت كابتن اسلام كان الوضع مختلف؟ ما حلو جدا احنا برضو نرجع شويه مش للماضي قوي يعني كم سنه كده فاتت، المقارنه وايهما افضل؟ خلينا نقول هل التطور دلوقتي مع السنين افضل؟ هما حظوظهم احسن مننا شويه في حته المقابل المادي طبعا، المنافسات الافريقيه كتير، شكل البطولات افريقيا اختلف دلوقتي عن زمان، ولكن المشاكل الاداريه تقريبا ما اتغيرتش كتير. يعني زمان كان في برضو مشاكل اداريه بشكل كبير. والاعداد الجيد اللي على المنتخب اللي انا بتمناه. انا ليه بقارن الاعداد الجيد؟ لان انا ايام ما كنت بلعب منتخبات كان الدوري بتاعنا زي ما هو كده، بيقعد 6 7 8 شهور. الدوري في انجولا، انجولا اللي هي على ايامنا كانت متسيده افريقيا، الدوري بتاعها شهر ونص او شهرين. تخيل دوري يقعد شهرين، دوري بيقعد شهرين وسبع ثمان شهور اعداد للمنتخب، نصهم في انجولا ونصهم بره انجولا خالص، اعداد للمنتخب عشان هيلعبوا بطوله افريقيا. وفرقه تانية زينا او زي غيرنا بيجهز قبل بطوله افريقيا بشهر شهر ونص. قارن انت كده بين فرقتين، فرقه بتجهز شهر ونص وفرقه بتجهز 7 8 شهور منهم نص المده دي بره معسكرات بقى ما بين اوروبا وامريكا. طب ده ناقص امكانيات يعني ولا ده ايه المشكله؟ طيب لا ما اعتقدش، ولا دي مرونه من طرفهم؟ مدين الاهتمام للمنتخب اكتر من الدوري، اتحاد قادر ان هو يصرف على اللعبه، مش هقول يهمل الدوري لكن قادر يصرف على المنتخب ان هو يسفروا مثلا يقعد شهر كامل مثلا في اسبانيا او في البرتغال، قاعد شهر كامل بيعمل معسكرات ليل نهار وتمارين وماتشات وديه وماتشات رسميه، بطوله وديه دوليه رسميه يحضرها. احنا كنا بنعمل الكلام ده، بس كنا نسافر مثلا نلعب بطوله وديه دوليه وديه دوليه مثلا في البرتغال اربع ايام ونرجع. بتعملوها معامله المعسكر يعني بالظبط، بنستفيد بس ما بناخدش الاستفاده اللي زي ما كان هو بياخدها. وبالتالي هو راكب عليك سنه في بطولات افريقيا، ومع ذلك بنوصل معاه فاينل. يعني احنا يعني برغم الفرق الشاسع في الاعداد احنا واصلين معاه فاينل. هو ده بقى في كل الرياضات، يعني تلاقي دايما المنتخبات المصريه كده. ليه 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 اللقطه الاخيره دي ما بتتنفس ليه؟ ما مش عارف يعني لو في رد قولوا لنا. يعني الاتحاد هل يعني حاجه غريبه جدا برضه، مطالبات بتقليص المده الزمنيه اللي بتستغرقها لا خالص الدوري يعني. كابتن حسام حسن انا بعشقه، كابتن حسام حسن مسك منتخب مصر مؤخرا للكوره، اول طلب طلبه من الاتحاد الكوره انه يقلص عدد الفرق الدوري ويقلل مده الدوري عشان يقلل، عشان يبقى عنده وقت. وده فكر مظبوط كويس، اترفض الطلب ده. هاي طب هاي لان ممكن يكون التركيب اللي قال كبير معلوم
والله الحمد لله احنا طلبنا كذا واترفض. ممكن يكون الرفض وراء اسباب تانية او اهداف تانية او حسابات تانية او رؤى تانية للمسؤولين، انما في الاخر الطلب المنطقي المظبوط 100% اللي في صالح المجموعة او صالح المنتخب اترفض، او الطلب واترفض. فهو في الاخر الدريكسيون في ايد المسؤول، الاتحاد الكورة او اتحاد السلم، وهو ادرى ان هو اي اتحاد معني باي رياضة بيبقى دايما الاهم بالنسبة له ايه؟ منتخب اللعبة دي ولا الدوري اللعبة دي؟ سؤال سهل قوي يعني ان انا اجاوب عليه. اجابته صعبة بقى ولا ايه؟ اجابته مش صعبة بس هي اجابته الطبيعية المنطقية اللي هقول لك عليها. طبعا المنتخب طبعا حاصل بس ما يحدث العكس حاصل فعلا. ما هو احنا كده ما رجعنا تاني لنفس النقطة ان لو هو حاصل فعلا الدوري ما ياخدش المدة الطويلة دي كلها، ما يعملش التوقفات الكتيرة دي كلها. لو انا هدفي الاول هو المنتخب فعلا، لا انا هذلل كل حاجة للمنتخب. حتى لو حاجة على فرقة او فرقتين على مستوى مثلا، يعني ممكن تكون فرقة بتلعب مثلا في الدوري وفي نفس الوقت بتلعب في افريقيا مثلا، اوقفله الدوري ليه؟ طب انا ممكن اخليه يلعب هنا وهنا ويتضغط ويلعب ماتشاته المتاجله يتضغط، لان ده بيلعب بطوله تانية فطبيعي يتضغط. عنده سكواد موازي طبيعي يتضغط. انا اريحه ليه؟ وعطل كل فرق الدوري ليه؟ انا بديك فكره بسيطه. أيوه. وممكن اكون انا بقول كلام في حاجات انا غايبه عني ممكن، بس انا احنا بندردش يعني. فلما يجي نلعب مثلا بنلعب سبت وتلات مثلا ماتشات الدوري سبت وتلات. أيوه. في فرقه مسافره مثلا تلعب بطوله وديه او رسميه بره مصر لمده 10 ايام او اسبوعين، اوقف الدوري ليه؟ ما الدوري يفضل شغال وهو لما يرجع يلعب ماتشاته ويتضغط. ما يتضغط، ما هو لازم يتضغط لان هو متميز عن فرق الدوري ببطوله تانية. فانا لو وقفت له الدوري يبقى الميزه اللي هو واخدها بقت مستين. طب والناس بالعكس وعطلت غيره. وعطلت غيره طبعا. وبعدين لما بعطل دوري في مخطط احمال وفي برنامج بيبقى ماشي عليه فرق التانية، انت وقفت ده نقطه بقى من اول نرجع تاني عشان نعد تاني. يعني دي اخطاء موجوده من زمان، خلينا نقول متكرره لحد دلوقتي. وجهه نظري انا وجهه نظري انا موجوده وحل المفروض انه بسيط، بس عشان احل المفروض بقى اشيل من دماغي اي اعتبارات تانية. هو المشكله يعني خلينا نقول مش مشكله مصر، مشكله الاتحادات عندنا ان معظمها المنتاليتي هي اللي عايزه تتغير، صح كده؟ ماشي ممكن. يعني احنا مشكلتنا مشكله فكر وتفكير. انا وجهه نظري ان لازم الاتحاد يبقى قوي. ما هو قوي معناه ايه؟ قوي يعني شخصياتهم قويه، ولا قوي معناه ان انا باخد القرارات السليمه لمصلحه المنتخب؟ هي دي. وده لا يحدث في بعض الاحيان. لا يحدث في بعض الاحيان، لا يحدث، بيبقى في مراعاه لحاجات تانية كتير يعني، وده مش في مصلحه اللعبه ولا مصلحه المنتخب. انا بفكر لمصلحه المنتخب، باخد القرار ضد مصلحه نادي سين او صاد او عين ما يهمنيش. انا باخد القرار اللي انا شايفه باجتماع مجلس اداره لمصلحه المنتخب، لان رقم واحد مصلحه المنتخب. المنتخب عنده توت افريقيا وعنده تصفيات كاس عالم. واحنا خدنا تصعدنا كاس عالم اللي فات. خرجنا من الدور الاول، انما المفروض خروجنا من الدور الاول ده يبقى البدايه اللي هبدا من عندها. ما بقاش هدفي اني اوصل كاس عالم، لا انا وصلت كاس عالم خلاص. انا وصلت ان انا لعبت كاس عالم وخرجت من الدور الاول، يبقى كاس عالم اللي جاي اشوف ان انا اتاهل للدور الثاني. صح. يبقى صح. اوفر كل امكانيات الاتحاد وتفكيري وقراراتي لصالح مين؟ المنتخب، ان هو يعدي بقى الخطوه دي. كلامك لو اي حاجه ثانيه حصلت غير كده يبقى انا بفكر غلط. او ماشي بقى في سيركل عماله الف حوالين نفسي حي بنفس النتائج يعني. ما هو نفس السيستم هيديك نفس النتائج. معروفه يا جماعه، هنمشي بنفس السيستم هناخد نفس النتيجه في الاخر. امور يعني كتير بقى جدا، يعني مثلا على سبيل المثال لعيب اتصاب في منتخب مصر في بطوله وديه او رسميه، مين اللي المفروض يعالجه؟ منتخب مصر ولا يرجع ناديه يتعالج؟ المنتخب اكيد. صح. لما يرجع ناديه يتعالج تفتكر لما يجي بعد كده اقول لك تعالى المنتخب تاني تبقى جاي متردد؟ صح. اكيد. النادي نفسه ممكن يرفض يقول لك لا ده مصاب، انا هبعت تقرير ان هو مصاب مش هبعته لك. صح. صحيح. الكلام ده بيحصل حتى هذه اللحظه، الكلام ده بيحصل، ودي مشكله. فاحنا كنا زمان منتخب مصر ان انا احط التيشيرت بس عليا كده ومكتوب عليه منتخب مصر، ده شرف لحد النهارده. طبعا شرف كبير جدا. تخيل النهارده في لعيبه بتحسبها،
انا منتخب مصر عينيا على ايه اللي هيعود ليا وايه الاضرار اللي هتبقى تنتج عن ده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ صحيح، ليه نوصل لكده؟ ده السؤال هنختم بيه الفقره، لان ايه اللي وصلنا لكده بجد والله ده محتاج اجابات كتيره جدا مش عندنا، ومش مفروض ان هي تبقى عندنا، ومش مطالبين، المطالب هو المسؤول عن الملفات دي الحقيقه. يعني كابتن اسلام نورتنا، في حاجه اخيره اتفضل حابب تقولها؟ ومع كل اللي انا بقوله ده، احنا في الصوره، احنا في المنافسه، احنا دايما في الفاينل، احنا دايما ان شاء الله، عشان احنا عندنا كوادر وعندنا مزبوط. روح مصريه مش موجوده، ده كلام حقيقي. بس انا ببقى حزين ان احنا نبقى قريبين قوي كده والفروقات بسيطه جدا واحنا مقصرين. صح. فاحنا لو اشتغلنا زي ما اشتغلنا صح، شوف هنبقى فين، بحته ثانيه. صحيح. نشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. شكرا شكرا يا كابتن كريم، ميرسي جدا على الاستضافه، ميرسي يا نهاوند، وان شاء الله تاني ده بيتك يعني، احنا كلنا في بيتنا يعني. ان شاء الله يبقى وشنا حلو على المنتخب النهارده، ونأدي بشكل كويس ونكسب مباراه ان شاء الله. نشكرك على وجودك معانا.